مرحبا بكل متابعين قناة كوكتيلي على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. هذه الصورة هي النسخة الفعلية لألبوم دايلر الجديد اللي راح يكون متواجد قريبا في عدد كبير من المحلات بالعالم، وكمان على منصة سبوتيفاي وأبل ميوزك وحتى أنغامي. مبارحة نزلت الحلقة الثانية من برنامج مكياج وبنات وناسة مع نارين، حيث كانت روزا ضيفة الحلقة، حيث موضوع الحلقة كان يحكي عن مكياج المدرسة بمناسبة العودة للمدارس، حيث الحلقة صارت ترند بعدد كبير من الدول، من بينها الترند 12 بالسعودية والتاسع بالجزائر والأول بالبحرين والعاشر بمصر. نزلت مبارحة كمان أول حلقة من سلسلة حياة نور ستارز على قناة صاحب السلسلة كويتي فلوغر سلمان العتيبي، حيث كانت مدة الحلقة أكثر من 40 دقيقة. شفنا من خلالها كيف تقابل سلمان ونور بلوس أنجلوس، وكيف قضوا يومهم كامل من الفطور للغداء وللتسوق كمان، وحكوا كمان عن تفاصيل حياة نور اللي عم بتعيشها خلف الكواليس وشغلات كتيرة، حيث حقق الفيديو نجاح ورواج كبير وصعد بالترند الخامس بالسعودية والأول بعمان والأول كمان بقطر والعاشر بالجزائر والرابع عشر بالمغرب. قبل أسبوع نزلت أغنية وسام تيكت باسم تيك توك، حيث شاركوا بالأغنية شابين اسمهم إيفان ونوبولس وبنت هلا الرفاعي اللي كنا شفناها من قبل في عمل مع يوتيوبر وهو محمود العيساوي في أغنية بيرفكتو، حيث حققت الأغنية أكثر من 1,600,000 مشاهدة لحد هلا. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.